واصفين الدواء ما فيش دواء فاكلي مفيش دواء للدواء عند الحكيم فتن يا مفيش دواء فضلي في السند والجند ملقتش دواء فضلي مفيش دواء للهوى مفيش دواء للهوى عند الحكيم فضلي ودواء عند النبي هو اللي حيسدني ودوني لب العجل هو اللي حيسدني لفيت السند والهند عشان الاقي لي دواء ما لقيتليش دواء الا عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله ومن نعم الله وفضل الله وكرم الله وتوفيق الله زرت الرسول 24 مره وفي آخر زيارة لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت من باب السلام بالحرم النبوي الشريف ووقفت ما بين القبر والمنبر حيث قال الهادي البشير صلوات الله وسلامه عليه ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة نسأل الله ألا نحرم نحن ولا أنتم من الوقوف في روضته الشريفة زالت العيون بالدموع وأنا بودع أشرف وأكرم رسول وبقول له هذا الكلام وطي الكراسين
خير يمي مر وصفا والمف منا جمارات ويزور مقام النبي ويرفع حد غرايا يمي مروة وصفا وارمي في منى جمالك وزور مقام النبي وارفع حد غرايك وصلي في البيت وأدي فيه بقى الصلوات كألف ركعة تساوي في الحرم ركعات بكرة يجينا النبي وينادي أجل الزاد تعالوا يا أجل الصفا حجاج منى وعرفات خدوا حقكم من هنا من داخل الجنة
يلي جت اسمها حديث العلم ويانا صح النور اديني عقلك وعيش الوقت زمانا هشرح آيات من كتاب الله مولانا دي وصية لازم تنفذها بدون إهمال قال في كتاب العزيز وبالوالدين إحسانا أبدأ كلامي بالصلاة عزيز وأقول حكاية يا مستمعين أبدأ كلامي بالصلاة عزيز وأقول حكاية يا مستمعين بتحكي عن غضب الوالدين خدوا بالكم منها يا شبان ده كلام إلهي صريح معنا يا عبدي لا تشرك بالله ده كلام إلهي صريح معنا يا عبدي لا تشرك بالله واكرم أبوك دايما ورعا وعامل أمك بالإحسان وعامل أمك بالإحسان في كل مجلس وجبه اوعى في هم في واجبه في كل مجلس وجبه اوعى في هم في واجبه وان طلبوا حاجة بتعجبهم هاتها بأسرع وقت كمان هاتها بأسرع وقت كمان أبدأ كلامي بالصلاة عزيز وأقول حكاية يا مستمعي بتحكي عن غضب الوالدين خدوا بالكم منها يا شباب ده كلام إلهي صريح معنا يا عبد لا تشرك بالله واكرم أبوك دايما ورغى وعامل أمك بالإحسان في كل مجلس واجبهم وعاتي هم في واجبهم وان طلبوا حاجة بتعجبهم حتى بأسرع وقت كمان ولد يتيم اتولد ابوه ما شافوش وبعد امه ما ولدته بكام شهر ماتت وسابته وكانت الحاله ما فيش فعمه خده عنده مكث عنده كام شهر وكام سنه لغاية ما بدأ يعرف الحلو من المر الواد كان كله دم قال عمك فقير هيأكلك ولا أكل عيالك لا شاف أبوه ولا عرف أمه ولا دق حنان من بيت خام لا شاف أبوه ولا عرف أمه ولا دق حنان من بيت خام اتربى سنة حدا عمه لا عمه مالخم بعيال هرب وراح قصر الباشا اشتغل هناك بصفة خدام يمسح ويكنس بمقشة نظير بياكل لقمة ونام في الحالة دي مصباح حاوي يبعد عن الشر وغني في الحالة دي مصباح حاوي ابعد عن الشر وغني والحد شتم ما يطاوي قلت العمل كان متقني والحد شتم ما يطاوي قلت العمل كان متقني لما بلغ عشرين واتنين لما بلغ
2022 بقى شاب حلو راجل عاقل لما بلغ 2022 بقى شاب حلو راجل عاقل مخل الشريف طيب وامين عاقل وبالمال يتائل وحش مش الوقت في بلاد ربنا. دخل قرية من القرى فلقى في أول القرية كده فيلا عظيمة وقدامها بستان ياسمين. داخل الفيلا قدام منها بقى فواكه أشجار جميلة فقال سبحان الله العظيم. ناس قاعدة في قصور وناس ملهاش طول وبص للفاكهة اللي في الشجر كده قال سبحان الله العظيم وقال الأرض أرض الله وفيها الشجر طارح المانجا جرها العنب وفي جرجم ليمون مالح والمية واحدة بتسقي الحلو والمال الأرض أرض الله وفيها الشجر طارح المانجا درجة العنب وفي جرجم ليمون مالح والمية واحدة بتسقي الحلو والمالح والناس أنواع فيه صالح وفيه طالح والبحور أشكال فيها العذب والمالح حتى الطيور طير بيغرد وطير بيكون جارح وحتى الأيام النهاردة ما يشبه امبارح لأن في يوم خسارة ويوم بيكون رابح وحتى الأصحاب 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 فيه قادح وفيه مادح صاحبي صاحبك لعلة وقصده في مصالح صاحبي صاحبك لعلة وقصده في مصالح وصاحبي صاحبك والفعل الخير بيكون ناصح للشمس زي القمر وفرقهم فادح واللي يشوف حكمته عقله بيروح سارح في قدرة الله وتصريفه في نظام الكون ما حد شاف ربنا وجوده شيء We'll be right back.
المانجا جرها العنب والجرجل لمون مالح والميه واحده بتسقي الحلو والمالح. والميه واحده بتسقي الحلو والمالح والناس والناس انواع في الصالح وفي الطالح والبحور أشكال البحور أشكال فيها العذب والمالح حتى الطيور 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 وحتى الأيام 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 النهاردة مايش بيجي مبارح لأن في يوم 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 خسارة وحتى الأصحاب 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 رايحين في داهية إن شاء الله يا أصحاب وحتى الأصحاب فيه قادح وفيه جمادح صاحبي صاحبك لعلة وقصده فيه وصالح وصاحبي صاحبك والفعل الخير بكل نصر لا لا الشمس زي القمر لا الشمس زي القمر وفرقهم فادح واللي يشوف حكمته عقله بيروح بروح سارع في قدرة الله وتصريفه في نظام الكون محد شاف ربنا وجود شيء سيدة نور الحسين والسيدة
الاقي في النور سيدة سيدنا الحسين والسيدة الاقي في النور سيدة سيدنا الحسين والسيدة شفع يا جد الحسن عشان الحسين والسيدة لما بقى عنده 22 سنة أي مشكلة في القرية كانت بتحصل يقولوا هات الواد اليتيم اللي رباه الراجل الغني اللي في القرية ربك ما بيريد السعادة بيسبب الأسباب عشان نبطل حقد على بعض عاوز أقول إن الحقد يا سيادنا مش ممكن هيقدر يمنع الرزق عن أخوه المسلم لأن ربنا خلق الإنسان من نينه وقسم أرزاقه ولازم هيتحصل عليه عشان نبطل حقد على بعض عاوز اقول ان الحقد يا سيادنا مش ممكن هيقدر يمنع الرزق عن اخوه المسلم لان ربنا خلق الانسان من نينه وقسم ارزاقه ولازم هيتحصل عليه فقعد مصباح في يوم لقى واحده جوزها ميت ساب لها 10 فدادين وحيلتها بنت واحده فانبسطت جدا من سيره الواد في البلد قالت انا ما يهمنيش الواد الغني يهمني الواد التقي انا هجيبه اجوزه بنتي ويبقى زي ابنك ويفلح في الارض وراحت بعت المصباح السلام عليكم يا ستي قالت له عليكم السلام خير عاوزاني ليه؟ قالت له أنا سامع عنك كل خير طب وبعد السمع عاوزة مني إيه يعني؟ قالت له هقدم لك هدية قال لها خير قالت له سمعت عنك سمع شوقني يا ابني إليك وده سبب عطفي قلبك واهتمامي بيك ده انا بسمع واشوف الناس الناس دايما بتمدح فيك مش عاوزه اسمع في يوم انك عنيد ونزل واسمع يا ولدي مثل زي العسل قالوا امشي في طريقك عدل يحتار عدوك
قدمت له الهديه واتجوز بنته وخلف منها ولد وبنت، سمى الولد ممدوح وسمى البنت ارزاق. سبحانك يا رب، ما كانش حلت حاجه تقوم تحطني في الوضع ده. على كل حال اللهم اكفني شر نفسي، واكفني شر الغرور، واكفني شر المال وفتنته. ومش كبر ممدوح ابنه لغاية ما خد الثانوية وجاب مجموع يدخل كلية الطب. طبيب وضع كارتي على باب العيادة مكتوب الكشف مجانا وبنعطي الدواء المطلوب. فهم لازم له حقن وفهم لازم له حبوب. طبيب وضع كارتي على باب العيادة مكتوب الكشف مجانا وبنعطي الدواء المطلوب. فهم لازم له حقن وفهم لازم له حبوب. في جنة الخلد شجرة شجرة طرحها مطلوب، شجرة طرحها مطلوب. لكل راجل خضع نفسه وعاش مغلوب. وإن دخل العيادة بدا لو حتى كل ذنوب يبات يبات ويصبح يلاقيه على النبي محسوب. عيادة فيها العجب وبتوصف المكتوب بتجنن اللي عقل وتعقل
انتوا دمكم زي السكر والله. قال له يا بابا كلية الطب دي بتحتاج فلوس كتير ولازم هتبيعوا فدان اقل حاجة عشان تصرفوا عليا. قال له لحد كده يا ابني الحياة الارض مش بتاعتي، اذا كانت امك تبيع انا ما عنديش مانع. قال له ازاي؟ قال له يا ابني انا فقير وستك الله يرحمها جابتني من عند الراجل اللي بشتغل عنده وجوزتني وحبتني لله. فراح قال له طب بطريقتك انت قول لامي يمكن ربنا يسهل وتبيع الفدان. راح ياخد راي مراته قالت له ازاي تقول له ان الارض مش بتاعتك وانا ليا ملك عندك يا شيخ مصباح؟ ده كلامه. قالت وماله وما فيش مانع نبيع فدان وان ربنا اكرمه ونجح نضحي كمان، ده العلم افضل من الاموال ومن الاطيان. ويبقى يوم الغنى لما اشوف ولدك دكتور في بلدي يداوي الفقراء والاعيان. الام ضحت بمرصها وعشمها يوم يرفع راسها، الأم ضحت بمرصها وعشمها يوم يرفع راسها، واخته كمان كان إحساسها تشوفوا سيد الرجالة وأبوه بيجري وبيكافح على قد قوته وبيقاوح، أبوه بيجري وبيكافح على قد قوته بيقاوح، والقرش بعينه لمصالح وأمه في الغيط شغال، وكل جمعة الفجر تروح على مصر طبقة لسي ممدوح، وكل جمعة الفجر تروح على مصر طبعا لسي ممدوح، زوادة وفيها حمام مدبوح، زوادة وفيها حمام مدبوح، 24 على دي الحالة، و24 على دي الحالة، الأم ضحت بمرضها وعشمها يوم يرفع راسها، واخته كمان كان احساسها تشوفوا سيد الرجالة، وابوه بيجري وبيكاف على قد قوته وبيقاو، والقرش بعينه لمصالح وامه في الغيط شغالة، وكل يوم الفجر تروح على مصر طبعا كل جمعة الفجر تروح على مصر طبعا ليش ممدوح، سودة وفيها حمام مدبوح، واربع سنين على دي الحالة. خلي بالكوا النبي عشان الواحد انه يبقى موظف ما ينساش امه وابوه ابدا ابدا، لأن دي تبقى كارثة كبيرة أوي. أمه كل خميس وجمعة تعمل له الزوادة وتركب وتسافر على مصر.
طيب 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 يا ابوي موت وجينا في الخش كده. يا صباح القشطة لا لكم اتلغمطة قشطة. كل جمعة كده يا ماما تجيني وتتعبي نفسك. قالت له يا ابني انا ليا اللي انت وربنا ربنا يكرمك كده وتداوي الفقير قبل الغني وتبقى دكتور قد الدنيا. يا الف مرحبا دلوقتي كان مدد مدد. كل سنة ينجح بتفوق فربنا كرم وبقى دكتور. فلما خد الشهادة كده أبوه قال له ثم أنا بقى ما عمتش أمسك الكاس والشهادة. قال له يا بابا أنا لسه فاضل أجيب الدكتوراه من فرنسا. قال له بلاش فرنسا بقى خلينا في كايرو. حد ضمن عمره يا ابني؟ قال له يا بابا انا غاوي العلم ما تحرمنيش. قامت امه قالت خبريه يا شيخ مصباح هو الواد كل ما يحاول انه يرتفع ربنا يعلم راتبه كده ويبقى كويس تقوم انت تكسر مقاديفه كده ما ينفعش. عاوز ايه يا دكتور؟ قال لها يعني ما انت عارفه بقى هتبيعكوا خمسه سته كمان يبقوا سبع فدادين. الأم ضحت عشانه بسبع فدادين وأخته قالت هشتغل أنا في البيت بدل راجلين وناكل جاب الملح ونوفر لأخويا قرشين. صباح الفل صباح القشطه. الام ضحت عشانه بسبع فدادين واخته قال هشتغل انا في البيت بدل راجلي وناكل جنب الملح وناكل جنب الملح وناكل جنب الملح ونوفر لاخويا قرشين. مصباح سمعها فرح ضحك وقال انت بنتي حبيبتي وأحسن ليا من ولدين. قالت له يا ابني الأرض حدك خد منها يا ابني اللي يرضيك ما هو كل شيء ملكك وفداك بقى تبقى نور العين وطفيك بقى تبقى نور العين وطفيك. سافر يا ولدي مع البعث قلوبنا يا ابني وروحنا معاك بس المهم اوعك تنسى ان احنا ملناش حد سواك اوعك تمشي ورا انسى اوعى الشيطان يلعب بهواك اوعى تمشي ورا انسى اوعى الشيطان يلعب بهواك ما هم دول سبب الكارثه طريق الشيطان والمراه جلاك. قالت له يا ابن الارض حدك خد منها يا ابن اللي يكفيك اهو كل شيء ملكك وفداك بقى تبقى نور العين وطفيك. سافر يا ولدي مع البعث قلوبنا يا ابني وروحنا مع
تنساش المهم وعاد تنسى ان احنا ملناش حد سواك. اوعى تمشي ورا انسى اوعى الشيطان يلرب جواك. ما هم دول سبب الكارثات فرق الشيطان والمرأة جلت وحيد. وسافر صلوا على الرسول. البخيل اللي يسمع اسم الرسول وما يصليش عليه. صاحبنا بعد ما وصل فرنسا اول سنه بدا يبعت جوابات، تاني سنه بدات الجوابات تقل، ثالث سنه ما وصلش ولا جواب. امه قلت مصباح، قال لها عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ قالت له الدكتور ما عادش بيبعت الجوابات ليه؟ قال لها اصله يعني ملخوف في المذاكره، ربنا ينجحه ان شاء الله وهيجينا بالسلامه. ادعي له يجعل قلبه رب رضى عليك يا ممدوح يا ابن بطني. وبعد اللي افندي ما خلص صلوا على الرسول. يا شباب يا شباب اسمع اسمع اسمع. فالولية قعدت تنتظر لما بقوا ست سنين وما بعتش جواب. فراحت الولية في ليلة دموعها نزلت على خدودها، واحنا عارفين ان مفيش اغلى من الضنا في الدنيا ومحدش يحب ان حد يبقى اعلى منه الا ابنه. كل واحد يتمنى ان ابنه يبقى اعلى منه، لكن غير كده ما بيقبلش، بتبقى تقيله. فراحت الوليه كاتبه جواب لابنه على العنوان اللي معاه، والدموع بتسيل من عينيها وبتقول له ايه، ومش هقول الا لما تصلوا عليه. كتبت بإيدها جوابي يهز قلب الحجر لو حس إنه عتاب. بدموع عيني جانا كتبت بإيدها جواب يهز قلبي الحجر لو حس إنه عتاب. قالت له قول لي كده مين قساك على الأحباب؟ اختك خلاص انتهت جالها مرض اعصاب، وابوك بيبكي ونوح وكانه طير مجروح. شمت فينا العدو شمت فينا العدو، ليه بس يا ممدوح تعالى
الجروح يا طبيب كفاية عذاب. قالت له قول لي كده مين قساك على القمر. قالت له قول لي كده 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 مين قساك على الأحباب. أختك خلاص انت جدل جا مرض أعصاب وابوك بيبكي ونوح وكان مطير مجروح مجروح شمت فينا العدو ليه شمت فينا العدو ليه بس يا ممدوح تعالى 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 داوي الجروح يا طبيب كفاية. اختك خلاص انت جدل جا مرض اعصاب وابوك بيبكي ونوح وكان مطير مجروح مجروح شمت فينا العدو ليه شمت فينا العدو ليه بس يا ممدوح تعالى 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 داوي الجروح يا طبيب كفاية
العذاب. قال يا أمرك إلى الله يبعث لهم جواب. كان كل اللي يروح الكازينو ويسكر. طب يبص في الكازينو كده لقى بنت شكلها حلو قوي. لقاها الست فرنسية عينيها خضرة رومانسية. لقاها ست فرنسية عينيها خضرة رومانسية. ست عليها كده تمشي وهو بيبحلق وخلاص. وقع القلم ونسي الجوابات وكأنه عمره ما شاف ستات. وقع القلم ونسي الجوابات وكأنه عمره ما شاف ستات. مع ان مصر ملانا جمالات ادب وخفه وذوق واساس. ادب وخفه وذوق واساس. لكن نصيبه هيعمل ايه وقع محد السم عليه. لكن نصيبه هيعمل ايه وقع محد السم عليه. حتى الجواب ده من رجليه وكأنه بسجرة وندس واحد. الحريم معاهم الدكتوراه في المشاكل. ممكن الواحدة تخلي العملية على الأرضية مش على البلاطة كمان إذا حبت. ربنا يكفينا شره. لقى واحدة ست جميلة لسه بدر علينا ليه يعني؟ أصل الليلة ملاكي مش أجرة.